مساء الخير، انا كابتن برونو اشرف لاعب الفرقه الجديد، وحابب ان انا اقول ان الفرقه دي اللي حلمت بيها طول عمري منذ طفولتي ان انا اطبلها، ومبسوط قوي ومش مصدق اني مضيت مع النادي اللي بعشقه. ده حقيقي حلم طفوله بيتحقق. يا رب حقق لي حلمي. نفسي اطلع مهندس ميكاترونكس. رئيس النادي ومدير التعاقدات اتفاوضوا معايا، بس انا ما ردتش عليهم لاني برد في الملعب بس. طبعا قابلت تحديات كتيره في بدايه مشواري، بالاخص اني كنت بلعب في مركز غير مركزي، مركزي الاصلي شبين الكون. طول عمري بسمع عن روح الفانيلا، اول مره اشمها يا اخي. بابا هو اللي حببني في الكوره، الله يرحمه كان صانع العاب. بابا هو اللي صنع كل الالعاب دي. انا بلعب في السبيس، بعرف كمان اعمل شيفت، والكنترول عندي عالي قوي. لما بطلع برا الملعب بعمل بقى الت واف 4. مواهب تانية غير الكورة. بعرف أقول شعر، عندي قصيدة بتقول: أيوة خطير، لنا فنان ولا موهوب ولا هداف، بس خطير، نقوله كنتي نقوله كنتي. يا رب أي رياضة، ألعب تنس، ألعب سكواش، كرة سرعة، ألعب أي رياضة، أي رياضة يا رب تجيب فلوس. أنا طول عمري واحد من جمهور النادي ده. زمان كنت أهرب من المدرسة عشان أحضر ماتشاته. إيه؟ النادي اتأسس من 4 سنين بس؟ ما أنا دخلت المدرسة متأخر، لما كانش في تالتة ابتدائي. فاكر؟ حلمي الأوسكار مش عضو. مثل الأعلى الدكتور أحمد زويل الله يرحمه. طبعًا الأجواء في أوضة اللبس دي كان كده، اللعيبة ما بتستحماش. الكورة بالنسبة لي هي حتة جلدة منفوخة بيجري وراها 21 مليونير. 22 ما انا ما بجريش معاهم بصراحه لان ظهري شادد شويه. تحب اوريك مكاني في الملعب؟ اصل انا مهاجم وهمي. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. كلمنا عزيزي في الحلقه اللي فاتت بعنوان كريستيانو عن رحله صعود كريستيانو. مش بس كلاعب كوره، كان ناشئ بيعاني من ازمه في قلبه، قدر مع الوقت والاجتهاد يكون احسن لاعب في العالم لما كان في مانشستر يونايتد. اتكلمنا كمان على صعوده كبراند، وازاي زمايله فتره من فترات كانوا بيتريقوا على لبسه وشكله وستايله، ويا دوب مساحته في الاعلانات قليله، لحد ما اسمه يبدا يلمع في عالم التسويق زيه زي براد بيت وجورج كلوني وكريم عبد العزيز، لحد ما يقرر يروح ريال مدريد وياخذ مسيرته الى مستوى تاني خالص. المسيرة اللي بتبدأ بظهوره بشعار نايكي يوم الكشف الطبي في ريال مدريد، اللي المفروض زي ما قلنا يا عزيزي الراعي بتاعهم أديداس، ده غير إصراره على كتابة اسم رونالدو على التيشيرت. وقتها بيضطر مسؤولين ريال مدريد إنهم يسايسوا أمرهم ويوافقوا على طلب بدل ما الدنيا تبوظ. ولكن كان هناك خلاف تاني أهم نشأ بينهم، خلاف حول ما يعرف بحقوق الصورة الرايتس. يا أبو حميد، حتى الصور بقى ليها حقوق، مش عارف أتمتع بامتيازات خالص. تلاقي الناس بيقول لك على فكرة ما اسمهاش الصورة، اسمها الملف اللي صيغته جي بيج. استنى يا عزيزي ما تبقاش قهوج، اديني فرصة آخر خروج درامي وارجع رجوع درامي. ممكن؟ المحامي الرياضي دانيال جي كتب لشبكة جول تقرير بيشرح هذا المصطلح. زمان الأندية كانت بتدفع مرتب للاعب عشان يلعب كورة كويس وبس، هتتمرن كويس يبقى تلعب كويس هتاخد مرتبك وخلاص خلصنا. لكن زي ما قلنا مع دخول التسويق والإعلان العلاقة اتغيرت، كان طبيعي إن الأندية تدور على طرق مختلفة لعمل أرباح أكتر. ده هيجي عن طريق رعاة وشركات عايزين اسمها يرتبط بالفريق، عايز الجمهور يشوف شعارها على الفانيلا اللي بيحبها، عايزة تستفيد من شعبية اللعيب أو اللعيبة في الترويج لنفسها، فتحط اسمه جنب اسم الشركة، أو تستخدم احتفاله بالإجوان في الإعلانات، أو تطبع صورته على المنتج اللي بتبيعه. حقوق الصورة أو الإيميج رايتس هو وصف لكل سمة تقدر تميز بيها اللاعب، يعني اسمه، لقبه، صورته، صوته، مظهر مميز في شكله زي التاتو مثلا، قصة الشعر، طبعا العضلات، حتى احتفاله. يعني تخيل يا عزيزي نيني نيني ني بتاع الكهرباء دي جزء من حقوق الصورة الخاصة بيه، ما ينفعش أي حد تاني يقول نيني نيني ني لما يجيب جول، لأن ده استغلال لاسم كهرباء والعلامة التجارية. وكذلك شيكابالا وهو بيرقص بالكاس يمين وشمال، أساسا لقب كهرباء ولقب شيكابالا جزء من حقوق الصورة، لأنه لقب فريد بيشير إلى شخص محدد. المهم إن في العادي الأندية بتتفق مع اللاعب على نسبة معينة بتاخدها من حقوق صورته. والله في شركة عايزة تعمل إعلان مع المهاجم بتاعي، وينط اوكي النادي هياخد 40% من قيمه فلوس الاعلان، لان احنا متفقين في التعاقد على ان هي دي النسبه بتاعتنا من حقوق صوره سعادتك ايها اللاعب الكريم. وقت المفاوضات على الشروط الشخصيه بين ريال مدريد وبين معسكر كريستيانو رونالدو، الوكيل خورخي مندش اعترض على النسبه اللي بيطلبها النادي من حقوق الصوره، واللي هي كانت تقريبا 50%. ايه الافتراء ده؟ ما وشه وخلقته وهيئته، وحاول انه يخليها اقل سيكه، ولكن اداره فلورنتينو بيريز كانت صارمه عند الطلب ده. ببساطه لانه مش مجرد بند في العقد، ده جزء من
ثقافه النادي والنموذج الاقتصادي الايكونوميك موديل اللي نجحوا بيه. احنا بالصلاه على النبي بنشتري النجم بفلوس كتير، نحقق بعد كده من ورا شعبيته فلوس اكتر، ناخد منه كوره ودعايه واعلانات وماركتنج وبراندنج، ولو طلنا نعمل صوت رنه موبايل هنعملها. ومع كامل احترامي يا عم رونالدو، دي الشروط اللي خضع عليها لعيبه زي ديفيد بيكهام، بيكهام بكل الهاله الاعلاميه اللي حواليه. فاحنا يا عم رونالدو ويا عم مندش هناخد نسبتنا اللي طلبناها في حقوق الصوره، وربنا يبارك لك يا رونالدو يا ابني في الباقي. وعليهم المرتب الكبير اللي هندفعه، تقريبا 211 الف استرليني في الوان ويك. يا نهار اسود يا ابو احمد، ده احنا مش عايشين. ده يا عزيزي كان ضعف الرقم اللي بياخده كابتن الفريق راؤول جونزاليس. وزي ما انت شايف التفاوض بين ريال مدريد ورونالدو ما كانش على امور رياضيه بس، ده كان شامل حقوق الصوره والمبيعات والتسويق والارباح اللي هياخدها كل طرف. كان تفاوض مش بس على اللي جوه الملعب، كان تفاوض على اللي هيحصل خارج الملعب، وده بيأكد اللي قلناه قبل كده انه لم يكن مجرد تعاقد رياضي. بعد شهور من التعاقد بيظهر رونالدو وهو بطل لحملة دعائية تابع شركة إمبيريو أرمان لملابس الرجال، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله بنشوف في إعلان لبس فورما إيه؟ كتف ودراع وسكس باكس. ولما سألوا المصمم ومالك الشركة جورجيو أرماني ليه اختار كريستيانو، قال إن ده بيرجع لوسامته ومظهره ولياقته الجسمانية ولأنه بيمثل طاقة وعفوية الشباب. أما الأهم من كلام صديقنا الترزي السري أرماني، كان العنوان اللي اختارته صحيفة ديلي ميل للتقرير ده Anything David Beckham can do، أي حاجة يقدر بيكهام يعملها يقدر كريستيانو دلوقتي يعملها، سواء كانت في الكوره او الحملات الترويجيه. وبالفعل النبوءه تتحول الى حقيقه، في خلال 3 4 سنين هتوصل ارباح رونالدو من الاعلانات بحسب تقرير تاني للديلي ميل ل 26 مليون باوند ونص سنه 2014. خد بالك ده يا عزيزي نفس الرقم اللي بيعمله مين؟ ديفيد بيكهام. فين؟ في قمه مجده الاعلامي والتسويقي. اما دون رونالدو كان لسه بيسخن، ما كانش كمل ال 30 سنه، ولكنه رغم كده تحول لاله تقدر تسوق اي شيء. تعبير اله ده استخدمه محرر بلومبرج بودوي لما نشر تقرير تحت عنوان دليل تشريح كيف تحول جسد رونالدو الى آلة لرعاية المنتجات. المنتجات اللي بتبدأ من شامبو الشعر كلير لجهاز متخصص في تدريب عضلات الوجه والفم اسمه فيشال فيتنس باو، لجهاز تاني اسمه ريفا اكتيف بيعمل مساج للعضلات، وايضا ساعات الايد زي التاجير، المكملات الغذائية زي هيربالايف، منتجات شركة سامسونج المحمولة، ومفيش محمول من غير عربية فتلاقيه شغال مع تويوتا بيغير لها من كاسترو، وعقود نايكي وكي اف سي. ثانية واحدة يا ابو حميد، كي اف سي ايه؟ هو مش ده شخص رياضي؟ اروح انا بمنظري ده اعمل دعايه للشوفان؟ ده يا عزيزي معروف باكل العيش. سؤال هنا يا عزيزي، هل كان مظهر وعضلات رونالدو هم الحافز الوحيد اللي جذب هذه الشركات؟ ابقى ساذج لو قلت لك اي. طب ما انا شكلي وجسمي حلوين اهو، محدش بيجري ورايا ليه؟ ومع ذلك ما طلبتش غير في اعلان صيدليه. لوني يا عزيزي متميز في دس السم قال لك تعالى، ده بيفكرنا بكائن نعرفه بيزحف على بطنه. لو احنا يا عزيزي قلنا هذا الكلام هنتجاهل مسيره رياضيه عظيمه لكريستيانو رونالدو، خصوصا مع ريال مدريد، زي الفوز بكاس الملك موسم 2010 2011، والدوري 2011 2012، والتشامبيونز ليج 2013 2014. تخيل يا عزيزي دي كانت اول بطوله تشامبيونز ليج يكسبها ريال مدريد من 2002. دلوقتي يا عزيزي ما شاء الله تبارك الله بقى بيجيبوه زي الفيلم. كريستيانو مش بس ساهم في عوده ريال مدريد للتشامبيونز ليج من جديد، لا ده كان هداف النسخه دي من البطوله، 17 جون في 11 ماتش. ده يا عزيزي ريكورد مسجل باسمه لحد النهارده. وبص على تاريخ الحلقه عشان في حد انا مش ضامنه، طويل وعريض وشعر اصفر وبيضاني ومستفز. لا عايزين ولا الاول لمانشستر سيتي على فكره، انا بس بحاول اعمل افيه. لحد هذه اللحظه كريستيانو صاحب اكبر عدد اهداف في نسخه واحده من البطوله، لا وكمان هداف الليجا في نفس الموسم، 31 جول في 30 مشاركه بس. مش بس الليجا، ده الهداف الاول في كل الدوريات الاوروبيه الكبيره. ده عزيزي مش مجرد نجاح رياضي، ده انفجار. وطبعا هذا الانفجار انعكس على القابه الفرديه، بعد ما كان معاه بالون دور واحده بقى معاه 3، وبعد ما كان معاه الحذاء الذهبي اللي بياخدها هداف اوروبا مره واحده برضه بقى معاه 3، وبعد ما كان معاه جايزه لاعب العام في اوروبا مره واحده بقى معاه 2. المهم يا عزيزي ان هذه الالقاب بلورت المنافسه بينه وبين واحد تاني قاعد في مدينه تانيه في اسبانيا، البرغوس المقيم في الاقليم الكتالوني حامل لقب كاس العالم. جمهورنا يا عزيزي اصبح امام سؤال واحد، مين فيهم اللاعب الافضل، ميسي ولا رونالدو؟ مش بس مشجعين ريال مدريد او برشلونه، ده جمهور الكوره في العالم كله. السؤال ده اصبح سؤال جلوبال متجاوز للعبه كره القدم ولحدود الدول وللغات، ولذلك انتقل السؤال من المدرجات وصفحات الجرايد وشاشات البرامج لمساحه تانيه يقدر فيها اي شخص في اي حته في العالم يعبر عن رايه. ايه المساحه دي يا ابو حميد؟ يا اسطى السوشيال ميديا، يا اسطى بس السوشيال ميديا. انا بطلت اتفاجئ. عشان تعرف يا عزيزي قصه كريستيانو رونالدو مع السوشيال ميديا هنحتاج نرجع ل 2009. ممكن نرجع ل 2009 كمان ارجع كمان 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 كده 2013 عدل تاني. ظبط عجلك، حاضر على السنه، تمام خلاص يلا بقى سيب لي المفتاح ويلا. احد مسؤولي شركه فيسبوك قابل لويس
كوريرا، ده مدير شركة بولاريس سبورتس، فاكرها؟ الشركة التي تولت تسويق لعيبة مندش من الناحية التجارية. المهم إن موظف فيسبوك كان بيقنعه بإنشاء صفحة رسمية للاعب كريستيانو رونالدو، وقال إن كريستيانو رونالدو صفحته الرسمية دي ممكن توصل لعشرة مليون متابع. وعلى عكس ما أنت توقعت يا عزيزي، فصديقنا لويس لم يرحب بالفكرة. ليه؟ لأن إيه 10 مليون ده رقم كبير قوي وبعيد، أنت هتضحك عليا؟ هتجيب لي 10 مليون متابع من إيه؟ ده البرتغال كلها أولها عن آخرها 10 مليون، إزاي هنجمع الرقم ده في صفحة فيسبوك؟ شفت يا عزيزي إن أنت لست الوحيد الأهوج في العالم؟ مش عايز أفاجئك يا عزيزي، بس كريستيانو هيجيب أرقام أعلى من كده بكتير شوية. تاني سبب يا عزيزي للرفض كان إن عالم السوشيال ميديا ليس مستقر، وبالتالي كان هناك خوف من ارتكاب أخطاء يندموا عليها، وده بيأكده الكاتب والصحفي البريطاني حبيب لؤي فوزي سايمون كوبر في الفاينانشال تايمز عن حذر الأندية والنجوم وقتها من السوشيال ميديا. في مؤتمر انترناشونال فوتبول أرينا سنة 2014 بيقول لويس كوريرا إن بالرغم من هذه التخوفات إلا إنهم أدركوا إن الإنترنت هيكون وسيلة التواصل بين الأجيال الجديدة، ويجب أن يكون رونالدو جزء منها، وبالتالي مخاطرة الغياب عن السوشيال ميديا أكبر وأكثر ضررا من التواجد عليها. وبالفعل قرروا يبدأوا بالفيسبوك. الانطلاقة الحقيقية كانت في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، واختبار بقى لأي مدى هذه التجربة ممكن تنجح. خلال المونديال خرجت إشاعات بتقول إن كريستيانو رونالدو بيستعد لاستقبال مولوده الأول. أيوة عزيزي الواد مغاول، أنت عارف بولاريس سبورتس قررت إنها ما تعلنش الخبر بشكل تقليدي، ولكن تعلنه بشكل ستيتمنت مكتوبة على صفحة رونالدو. وهنا أدرك كوريرا ومساعدينه أهمية السوشيال للأداة اللي بقت في إيديهم، لأنهم كانوا قادرين يتحكموا تماما في صيغة الرسالة اللي عايزين يوصلوها. مش قاعد أتكلم مع صحفي والصحفي يحط الكلام بتاعه ويغير في الحاجات بالشكل اللي هو عايزه، أقول إن كريستيانو في أجازة من التمرين، يقول لي عاجل، كريستيانو أكره الرياضة. إحنا هنا بعيد عن البهارات الصحفية، نقول اللي إحنا عايزينه بالكلمات اللي إحنا عايزينها، وكمان يبقى عندنا فرصة نتابع شكل وحجم التفاعل وردود الأفعال أونلاين. تفاعل الجمهور اللي أصبح رقم متغير بيزيد مع الوقت، النهاردة عدد الناس اللي تفاعلت مع البوست يساوي إكس، بكرة العدد هيبقى إكس زائد واي، وهكذا. هفضل أدرس وأشوف الناس بتحب إيه وبتعمل لايكات على إيه وبتعلق على إيه وبتشير إيه، وده معناه إن لو فهمت الناس أكتر هقدر أجذب جمهور أكتر وأكتر، وده هيشجع الشركة إنها تطور استراتيجية لإدارة الصفحة. استراتيجية بتظهر في تقسيم المنشورات إلى ثلاث أنواع: رقم واحد البوستات التسويقية الكوميرشال بوست، رقم اثنين البيرسونال لايف بوست ودي اللي بتظهر الجانب الشخصي من حياته، ورقم ثلاثة طبعا السبورتس بوست. لكل نوع من دول هدف محدد، يعني مثلا البوستات الشخصية هدفها إنها تبني علاقة أقوى بين كريستيانو وجمهوره، البوستات التسويقية بتقدم ميزة إضافية للرعاة، مش لازم أطلع معاك في إعلان، ممكن أنزل لك بوست بس يا عم وكله بتمن وآخد قرعيك برضه يا عم، مش هترعاني هرعيك، وبالتالي تحصل فرص أكبر في تحقيق المبيعات. الرعاة منتجاتهم هتظهر على صفحة بيتابعها ملايين البشر، وبالتالي فرص أكبر في تحقيق المبيعات. وهنا لويس بيلفت نظرنا لنقطة مهمة، بيقول إن قبل السوشيال ميديا وقت التعاقد مع أي راعي جديد كانوا بيحتاجوا بقى يقعدوا يشرحوا له جماهيرية رونالدو وقدرته على التأثير، و12 شاب قاعدين شغالين على برزنتيشن بيجهزوا إحصائيات وأرقام وجرافيك. دلوقتي كل اللي بيعملوه بيقولوا له افتح صفحة كريستيانو على أي منصة تختارها، شايف على الريتش هلا، شايف التفاعل هلا، كل ده رباني مش مسؤول، ويوروه حجم التفاعل على بوست مثلا بيعرض فيه منتج، وأوقات بيحقق لايكات وشيرات أكتر من بوست الشركة نفسها اللي صاحبة المنتج. ده بيفسروا إنه جمهور الفيسبوك مهووس بالكورة ونجوم الكورة، وده كلام السيد جيلين ميلر أحد موظفي فيسبوك اللي بيقول إن من ضمن 1.3 بليون شخص موجود على المنصة سنة 2014 في 500 مليون هارد كور فان، إيه؟ أكتر من تلت الناس اللي موجود على الفيسبوك مشجعين كورة من العيار الثقيل، ما بالك بقى بعدد المشجعين العاديين أو اللي مالهمش في الكورة قوي بس أكيد عارفين كريستيانو أو حتى اسمه أو صورته عدوا عليه. حط ده بقى عزيزي كله على بعضه، هتلاقي إن في سنة 2014 صفحة كريستيانو رونالدو توصل لكام متابع؟ 100 مليون متابع على الفيسبوك. سايمون كوبر بيؤكد إن ده أول رياضي يحقق هذا الرقم، خد بالك يا عزيزي أول رياضي مش أول لعيب كورة، وتاني أكتر شخص في العالم عنده متابعين بعد شاكيرا، 100 مليون شخص يا عزيزي، متخيل العدد؟ لو ركزت عزيزي في هذا العدد هتلاقي إن هذا العدد أكبر من عدد متابعي وكالات أنباء عالمية، يعني رونالدو عنده متابعين أكتر من حاجة زي السي إن إن، عنده متابعين أكتر من حاجة زي نيويورك تايمز، عنده متابعين أكتر من كذا وكالة مع بعض، عنده متابعين أكتر من جمهور أندية، بلعيبة أكتر، بتاريخ، تاخد عزيزي تقيلة افتح إيدك، عنده متابعين أكبر من سكان دول كاملة، كل هذا العدد من الناس مهتم يسمع ويشوف كريستيانو، وده ما كانش بس مؤشر لقدرته التسويقية الضخمة، ده كان معناه كمان إنه يقدر يحول سي آر 7 إلى براند، علامة تجارية قوية ومستقلة بذاتها. في 2015 أعلن كريستيانو رونالدو
عن إنتاج عطر بيحمل اسمه كريستيانو رونالدو ليجاسي بعد تعاونه مع شركة إيدن بيرفيوم. تعاون استمر لمدة سنتين، كان حريص فيهم على متابعة كل تفصيلة صغيرة وكبيرة، من أول اختيار مكونات البيرفيوم مرورا بالتعبئة وحتى مرحلة التغليف. ولما حبت شركة فوربس تستفسر منه قال لهم إنه عايز ينتج أشياء بتعبر عنه 100%. أنا صحيح بقيت بشتغل مع رعاة، لكني شغوف بالمشاريع الخاصة اللي بتحمل اسمي. مفاجأة عزيزي إن ده ما كانش أول منتج ينتمي لسي آر 7 ينزل في السوق. في أكتوبر 2013 أعلن عن شراكة مع شركة اسمها جي بي Textile Company لتأسيس خط إنتاج الملابس الداخلية بيحمل اسم CR7 Underwear. مش هتعمل انت كمان يا ابو حميد؟ اوعدك يا عزيزي هبدأ الاول بالخارجية وبعد كده ادخل في الداخلية. خد بقى عزيزي مفاجأة جوه المفاجأة، خط الإنتاج ده حدد مبيعات مستهدفة خلال سنة، يعني بعد سنة هنكون بعنا عدد اكس من الأندروير. تخيل عزيزي التارجت ده بقى حققوه بعد قد ايه؟ شهر يا عزيزي 1 مانث. ايه زي ما سمعت. المهم ده شجعه كمان ان يكون عنده خط إنتاج للتيشيرتات والجزم تحت نفس العلامة التجارية CR7، واللي ما بقتش مرتبطة بس بالكورة، لا دي كمان مرتبطة باللايف ستايل الرجالي. طب احنا يا ابو حميد اي لعيب مشهور وناجح يقدر يصنع علامه تجاريه؟ يعني حسين الشحات مارادونا السلام يقدر يعمل حاجه كده؟ بيعجبني يا عزيزي غرقك في المحليه اللي ان شاء الله في يوم من الايام هيوصلك العالميه. وليه يا عزيزي نروح المحليه ما عندنا العالميه نكمل فيها؟ عندك مثلا زلاتان ابراهيموفيتش صاحب الكاريزما الجباره والتصريحات الناريه اللي كان نجمه اعلى من رونالدو في 2006، حاول يعمل براند للملابس اسمه اي زد ولكنه قابل صعوبات كبيره، وعلى حسب كلام سكاي نيوز فخسائره وصلوا ل 18 مليون يورو. من هنا نفهم ان اللي حققه رونالدو الاستثناء وليس قاعدة. ويبدو عزيزي ان 2015 كانت سنة الصفقات، لان الدون هيقرر يبيع حقوق صورته لشركة مينت ميديا سبورت المملوكة لرجل الاعمال السنغافوري بيتر ليم. بصراحة عزيزي ما نعرفش التفاصيل الدقيقة لهذا التعاون، ولكن اللي نعرفه انه عقد لمدة 6 سنين هتكون خلالهم الشركة هي المسؤولة عن التفاوض مع الرعاة والمعلنين المهتمين بخدمات كريستيانو التسويقية. تقول لي يا ابو حميد اسمعنا بيتر ليم ومينت ميديا دي؟ هقول لك ان كريستيانو نفسه صرح وقال ان ليم عنده شبكة اعمال واسعة النطاق، انه معجب جدا بذكائه في عالم رياده الاعمال وقدرته على تنميه البيزنس، وواثق انه هيكون شريك جيد ويضيف قيمه لعلامته التجاريه. التعاون ده مهم بالنسبه لي ككريستيانو رونالدو وبالنسبه للفريق الاداري عشان ناخد علامتي التجاريه الى مستوى اخر خصوصا في اسيا. غالبا كده يا عزيزي رونالدو حس بالتشبع في عالم التسويق في اوروبا، وجه الوقت عشان يتحرك ناحيه اسيا حيث اعداد كبيره جدا من الجماهير المجنونه بيه بيتابعوا اهدافه ومعجبين بشكله وبلياقته البدنيه. وهنا قرر يعتمد على واحد من ابرز رجال الاعمال هناك، صاحب الخبره وصاحب شبكه العلاقات القويه اللي يقدر يقدم كريستيانو بما يناسب المزاج الجماهيري فيكسب شعبيه اكتر وتنهال عليه عروض الشركات اللي عايزه تستفيد من جماهيريته. وبالفعل يا عزيزي في كل مره كريستيانو بيزور فيها اسيا بيلاحظ ان جماهيريته بتكبر وعلامته التجاريه بتتوسع. في صيف 2015 وفي خلال جوله ريال مدريد الاسيويه ورغم وجود نجوم كتير في بعثه المرينج الا ان الصحافه والجمهور الصيني كانوا مستنيين رونالدو تحديدا، لدرجه ان قناه فوكس سكر نشرت تقرير بيكشف عن حجم شعبيته هناك. الجوله دي هتتكرر تاني سنه 2017، لكن المره دي كانت جوله فرديه لكريستيانو بعد اسابيع من التتويج بالليجا والتشامبيونز ليج وبعد جولين رايقين في النهائي قصاد يوفنتوس. رونالدو هيزور سنغافوره والصين. الفارق في الزياره المره دي ان الاستقبال كان اكثر حفاوه، يشوف بعينيه الجمهور اللي مستنيه في كل مكان وتيشيرتاته مع ريال مدريد وفي البرتغال مرفوعه في كل حته في الشوارع وفي المطار بيسمع الهتافات باسمه في ملعب شنغهاي وحماس الناس تجاهه بعد ما نطق كلمتين باللغه الصينيه. كريستيانو هناك قابل بيتر ليم ووقعوا عقود رعايه جديده وتاكدوا ان التعاون مع مينت ميديا كان من اكثر الخطوات الموفقه في مسيرته. شبكه اثليتيك انترست المهتمه بعالم الاعمال والبيزنس في الرياضه بتوصف هذا التعاون بافضل صفقه عملها اللاعب كريستيانو رونالدو، لانه ببساطه ضاعف قدره كريستيانو على جمع الفلوس من نجوميته، لدرجه يا عزيزي ان انت لو عندك منتج وعايز تسوقه من خلال كريستيانو على انستغرام فانت هتدفع له 1.6 مليون دولار نظير البوست الواحد. ياه ابو حميد معلش يعني وانا لو عندي ال 1.6 مليون دولار دي هقعد ابيع منتجات؟ انا هبقى رجل اعمال. انت حبيبي فاكر رجل اعمال بيعالج المرضى؟ ما هو بيبيع منتجات هو كمان. فكر فيها يا عزيزي، انت هتعرض منتجك على ما يزيد عن 590 مليون متابع، ده اكبر حساب لشخصيه عامه على منصه. اما بقى لو بوستين فمستر بيتر ليم بيقول لك ان مبروك انت حصلت على خصم، ده لو انت من كتبت المزاجنجيه، وهيمشي لك البوستين ب 3 مليون بس يا وفي يوم بوستين. جماهيريه الدون بتزيد كل دقيقه عن الثانيه، وكانت سبب رئيسي في تعاقد اليوفنتوس معاه سنه 2018. تخيل عزيزي اليوفنتوس المشهوره بحبها للصفقات المجانيه رحبت انها تدفع 100 مليون يورو لريال مدريد، ده غير صافي المرتب بتاعه بعد الضرايب اللي بيوصل ل 31 مليون يورو. ولما شبكه جول سالوا ماركو بليانزو المحلل المتخصص في الكره الايطاليه قال ان احد الاسباب اللي
دفعت عائلة أنييلي اللي هم ملاك النادي لهذه الصفقة هي الرغبة في وضع العلامة التجارية لليوفي في مكانة أعلى بعد تحقيق أكبر مكاسب ممكنة محلية. اليوفي عايز يخرج لأسواق تانية يقدر ينافس فيها أندية زي مانشستر يونايتد وريال مدريد. بين الحل كان في رونالدو 590. عايز تبقى براند كبير، اشتري براند كبير ولبسه تيشيرت النادي. خلال ال 24 ساعة الأولى من الإعلان عن الصفقة عدد متابعين اليوفنتوس الجداد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وصل ل 2,200,000 متابع. حساب انستغرام بعد ما كان فيه حوالي 10 مليون وصل بنهاية 2019 ل 33 مليون. قناة اليوتيوب بعد ما كانت بتلعب في رينج 700,000 عدت ال 2 مليون. صفحة النادي على منصة سينا ويب والصينية بقى فيها 2.3 مليون متابع. الأرقام دي حولها رئيس يوفنتوس لفلوس. لما يروح لأديداس ويقول لهم الرقم اللي انتم بتدفعوه ده ما عادش ينفعنا، احنا عايزين الدبل 357 مليون يورو، وانتوا يا شركة جيب 17 مليون اللي بتدفعوهم دول تروحوا تجيبوا بيهم كاوتشات، احنا هناخد 42 مليون وكلمة تانية هخليهم 43، وكمان هنفتح مكتب في هونج كونج عشان نستقبل الرعاة الجدد ونتابع أرقام المبيعات. لو انت عزيزي معاك كل هذه الفلوس وبتقبض المرتب ده والرعاة بيدفعوا لك كل الأرقام دي هتعمل ايه؟ هروح ارتبط. دي طريقة تفكير الفقراء. كريستيانو عزيزي قرر ان هو يشغل فلوس ويستثمر دخله في مشاريع، بس يا ترى بقى الدنيا هيستثمر في ايه؟ خليني يا عزيزي احكي لك على المحفظة الاستثمارية لكريستيانو رونالدو. وارجوك يا عزيزي حاول تمسك اكبر قدر من الخشب ممكن، روح غابة، روح دمياط، اتصرف. استثمارات كريستيانو بتشمل مجالات السياحة والفندقة، الرياضة والفتنس، عيادات التجميل، وكمان استثماراته امتدت للعقارات، الوكالات الاعلامية، مياه الشرب، غير طبعا خطوط انتاج الملابس اللي انا وانت عارفين. احنا هنا مش بنتكلم على استثمارات متنوعة وبس، دي كمان استثمارات كبيرة وناجحة، شراكة مع مجموعة البرتغالية للفنادق وعيادة إنسباريا اللي محققة نجاح كبير في مجال زراعة الشعر، ده غير الاستحواذ على 30% من أسهم مجموعة كوفينا العالمية. يا محمود هو فاضي الكلام ده منين؟ ده أنا بشوفه أول أسبوع في الدوري وآخر الأسبوع في ليالي الأبطال. الإجابة يا عزيزي إن مش هو اللي بيقوم بكل ده، الصحافة بتشير لشخص اسمه ميجيل ماركيز، مش بيظهر غير نادرا في صور شخصية مع كريستيانو، وهو اللي بيتولى مهمة استثمار فلوسه. موقع إسينشال سبورتس بيعتبره المدير المالي لرونالدو، وبيقول إن عنده فريق مكون من 15 شخص بيدرسوا ازاي يستثمروا فلوس رونالدو بافضل شكل، بعدها يوقعوا عقود ويتابعوا خط الاتفاقيات ويتابعوا خط سير المشاريع. وبالرغم من كل الغموض حوالين ميكيل الا انه مش بس بيحظى بثقه رونالدو ولكنه كمان بيحظى بثقه 300 عميل منهم جوزيه مورينيو، دول اتنين من اهم الاسماء في عالم الرياضه البرتغاليه. دلوقتي عندنا ميجيل ماركيز وفريق الفريق اللي بيدير استثمارات رونالدو، وعندنا بيتر ليم وشركته منت ميديا المسؤوله عن الرعاه والمعلنين والوصول لافضل عروض، وعندنا خورخي مندش صاحب جيستي فود اللي بتدير شؤون رونالدو داخل الملعب والنادي. ولكن في اواخر 2022 هتحصل خلافات بين رونالدو وخورخي مندش. لما حب رونالدو ينهي فترته الثانيه مع مانشستر يونايتد هتحصل خلافات تنهي الشراكه اللي استمرت لمده 20 سنه. وهنا يا عزيزي يظهر مين على الساحه، ومش هسيبك تخمن، انا هقول على طول لاني عارف تخمينك. ومش هو ريكي يا عزيزي موظف نايكي بتاع العلاقات العامه اللي سبناه في الحلقه اللي فاتت، الشاب الصغير اللي وقع مع كريستيانو. علاقة ريكي مع رونالدو أصبحت مع الوقت صداقة حقيقية، بنشوفهم مع بعض في مناسبات مختلفة زي لحظة التتويج بالشامبيونز ليج ولحظة الفوز بالبالون دور، وكمان هنلاقيه بيلعب دور إداري مع منتخب البرتغال، هيكون موجود جنب كريستيانو في أحد أهم لحظات مسيرته الفوز بيورو 2016، وكمان في صور الأجازات ريكاردو أو ريكي بيمثل الشخص الأقرب من الدائرة المقربة لكريستيانو، الشخص اللي بيثق فيه وبيسمع منه. في 2018 هيستقيل ريكي من كل أعماله عشان يصبح المدير الشخصي لسي آر 7 زي ما كتب على حساب لينكد إن، بيرسونال مانجر فور سي ار 7، قبل ما يلعب دور جديد ومحوري في الشهور الاخيره. ريكاردو مش وكيل، ولكن بسبب الموقف اللي كان فيه كريستيانو وخلافاته مع مندش اضطر ريكي انه يتفاوض مع مانشستر يونايتد عشان ينفذ رغبه صديق عمره انه يخرج من النادي في نوفمبر 2022. بعدها تولى مهمه البحث عن المحطه القادمه لرونالدو اللي كتير توقعوا ان هو هيكمل في اوروبا، يمكن يرجع ريال مدريد، ممكن يروح بايرن ميونخ يطفي الاشجار اللي ولع فيها، ولا يروح نابولي. ولكن المفاجاه كانت اتجاهه نحو المملكه العربيه السعوديه. لوري ويتويل المحرر في ذا بيؤكد ان ريكي هو اللي ابرم الاتفاق التاريخي مع مسؤولي نادي النصر، الاتفاق اللي هيضمن لرونالدو الحصول على 173 مليون باوند في الموسم الواحد. هنا يا عزيزي بنتجاوز مرحله مسك الخشب وبنخش في مرحله بوس الملل. الفلوس دي يا عزيزي مقسمين كالتالي: 62 مليون باوند نظير اللعب، و111 مليون يعني تقريبا ضعف الرقم نظير الخدمات التسويقيه وحقوق الصوره. وفي يناير 2022 عدد مرات التفاعل مع حساب نادي النصر على الانستغرام 150
50 مليون مرة متفوقا على أندية زي ليفربول والسيتي واليونايتد وباير واليوفي. وفي المركز الرابع بعد الريال وبيزيو وبرشلونة. وفي نفس الشهر كانت مشاهدات حساب النصر على تيك توك حوالي 166 مليون والتفاعل على تويتر فوق ال 12 مليون. وبعدها في موسم الانتقالات التالي على طول في صيف 2023 بيجي للدوري السعودي أسماء زي ساديو ماني للنصر، كريم بنزيما ونجولو كانتي للاتحاد، فيرمينيو ورياض محرز لأهلي جدة، والكابتن المكافح جوردن هندرسون للاتفاق، وطبعا نيمار للهلال. كل هذه الصفقات يا عزيزي كانت صعبة جدا ان هي تحصل بهذه الكثافة من غير كريستيانو. كريستيانو قال في يونيو 2023 ان الدوري السعودي ممكن ان يكون من افضل دوريات العالم خلال الخمس سنين الجاية لو استمر في قدرته على جذب النجوم والتوقيع مع لعيبة افضل. ورغم انه كان غالبا بيقول كومبليمو ظريف، ورغم اننا ممكن نشوف تجربة السعودية في جذب النجوم دلوقتي مشابهة لنماذج حصلت قبل كده في امريكا والصين وعادي ما تحولوش لدوريات قوية، ورغم ان هيبقى عندنا حق لو قلنا كده. بس يا عزيزي خليني اكد لك على حاجتين. اولا ان حجم شعبية الكورة في البلاد دي اقل بمراحل من السعودية. الحاجة التانية والاكيدة ان حتى لو كانت هذه الصفقات ما نجحتش جوه الملعب، فوجود لعيب الكورة لم يقعد بس اهميته جوه الملعب، ومش شرط وجود اللعيبة دي يحولوا الدوري السعودي لاقوى دوري عالميا. بس اكيد هؤلاء اللاعبين هيحطوا مدن زي جدة والرياض على خريطة السياحة العالمية، خصوصا ان ده بيحصل في وقت نجحت فيه مدن عربية زي الدوحة ودبي انها تبقى على الخريطة دي، وهتبقى فرصة للسعودية انها تعرض بنيتها التحتية وخصوصا الرياضية بشكل ممكن يساعدها في الفوز بتنظيم كأس العالم في المستقبل القريب. بس كده يا عزيزي نتمنى لكل الدول وكل الأندية التوفيق ان شاء الله، ربنا يبارك لهم. واتمنى ان حد ايضا يكتشفني مش بس داخل الملعب ولكن ايضا خارج الملعب. على فكرة هناك فرص دعائية وتجارية كبيرة قوي 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 لأحمد الغندور، تأكد من ده. المهم يا عزيزي اخيرا وليس اخيرا لحد ما تيجي العروض الدعائية اللي انا منتظرها، وارجوكم انا مش من الاشخاص اللي بتبدل الكوكاكولا بالمية ابدا. لا هتدفع لي كوكاكولا يلا بينا، هتدفع لي بيبسي يلا بينا. معلش يا عزيزي اخيرا وليس اخيرا بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجديدة، انزل بص على المصادر، احنا اليوتيوب، اشترك على القناة.